تحية خاصة لكل مناضلي ومناضلات الحزب اللي كذلك عمل واحد العمل جد جبار طيلة 5 سنوات مع يد السيد الرئيس. قمنا بجولات متعددة من شمال إلى جنوب المغرب في إطار حملة 100 مدينة 100 يوم. كذلك مسار الثقة، هذو كلهم مشاريع اللي خلاو أن المغاربة يوضعوا الثقة فينا ويمشوا بكثافة، وهذه كانت كذلك محطة تاريخية في إطار هذه الاستحقاقات باش أن المغاربة توافدوا بكثافة في صناديق الاقتراع. المشروع ديالنا اللي حاملوا السي عزيز أخنو جمعية كل المواطنين، هو مشروع تيحارب الهشاشة وكذلك الإقصاء والفقر إلى غير ذلك، وكيعتمد على الارتقاء بالتعليم والصحة وكذلك التشغيل وتحسين الإدارة. هادو كلهم مشاريع إن شاء الله غادي نقوموا بتنزيلهم في المستقبل العاجل بإذن الله.